كتير ناس بتسألني على التكميم التجميلي أو ما يسمى بالبيكيني لاين سليف كاستركتومي. حبيت في الفيديو ده أوضح يعني إيه بيكيني لاين سليف كاستركتومي. في الحقيقة إحنا أول مرة نعمل العملية دي كانت من حوالي 3 أو 4 سنين، في 2016 ابتدينا العملية. جات لنا الفكرة إزاي، كان هدفنا نقلل عدد الفتحات اللي بنجري منها التكميم العادي. كان العادي بيجرى من 5 فتحات، طورنا الموضوع وفعلا تدرجنا الى 3 فتحات، فتحتين او فتحة واحدة. كنا اول جراحة تكميم معدة تجرى في اسكندرية على الاقل لتكميم المعدة عن طريق فتحة واحدة بس، وكانت الفتحة واحدة نتيجتها مبهرة بصراحة، لان استخبى جوه السراب يقال بطن العيان ما فيهوش اي فتحات او اي علامات انه اجرى اي عملية قبل كده، بس كانت مكلفة تاخد وقت وليها بعض العيوب. ففي الوقت ده طلعت لنا فكرة البيكيني سليف، ان انا ادي نفس المنظر الجمالي، بطن كلها ما تشوفش فيها جروح خالص غير ظاهرة. يعني ايه؟ يعني نخبيها تحت خط القيصرية عند البيكيني لاين، فبالتالي بعد العملية ما فيش اي جرح في البطن، ولما بنخس بيقدر يحافظ على جمال البطن ما يكونش فيها جروح. اي نعم الجروح صغيرة، بس ما بقاش فيه اي جروح لبعض الناس اللي هي جروحها بتلتئم بزيادة شوية. في 2016 ابتدينا، وكان في اطار بحث، لان انا ما حبيتش اقدمها للعالم الا لما يكون اجريت البحث المناسب ليها يثبت امانها، رغم هي نفس العمليه زي التكميم العادي ولكن بتجرى من مكان مختلف. وبالفعل نجحنا في اول سنه، واتقبلت في اكبر مؤتمر لجراحات السمنه في العالم اللي هو الافسو، كان بيجرى في لندن في 2017. وفي نفس السنه اتنشر البحث باسمي اول مره في العالم باسم البيكيني لاين سليف كاستركتومي. وانا دلوقتي اكتر من 3 سنين بنجري العمليه، وحاجه بنعتز بيها انه بدا تلاقي اهتمام العالم، ان ناس كتيره بقت بتيجي من الخارج مخصوص عشان تعمل عمليه عندنا عشان عاوزين البيكيني سليف. دايما بقول مش كل الناس تنفعهم بيكيني سليف، فدايما اسال، هنبعت لك شويه اسئله، هتتكلم معايا، هقدر اقول لك مين تناسبه ومين ما تناسبوش. في الاغلب بتناسب البنات اللي سنها صغير، لون البشره القمحي اللي هو معظم الشرق الاوسط، لانه هو ده اللي بيبقى ساعات الجرح بيبقى غامق اكتر شويه. الناس اللي عندها التئام زياده شويه بيخلي الجروح بارزه شويه، دي اكتر ناس تناسبها. وطبعا بطبيعه الحال اللي مش عاوز يفصح عن العمليه اكيد فكره البيكيني سليف هتكون احسن حل ليه. توفيق للجميع.